السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أدلة فيها عدد كبير جدا من التولز المفيدة جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي، وكل الحاجات دي تقدر تستفاد منها في إن أنت تحقق دخل. إزاي تستفاد منها؟ أنت بتدور على أدوات اللي قريبة من اهتمامك أو تخصصك، يعني ممكن تكون أنت مهتم بالحاجات اللي هي ال 3D، فبتبدأ تشوف إيه التولز اللي توفر لك بالوقت، بدل ما بتاخد في الحاجة مثلا يوم يومين، لأ ممكن تلاقي حاجة توفر لك وقت كتير جدا. في ناس كتيرة بدأ مثلا يلاقي تولز، بدل ما هو مثلا كان بيعمل مثلا حاجة في ساعات، لا خلاص بقى لقى حاجة توفر له وقت. زي مثلا هو مهتم مثلا بالكتابة مثلا، فكاتب ده أداة حلوة جدا بتوفر وقت، وهكذا. فأنت بتبدأ تشوف ايه التولز اللي قريبة من المجال بتاعك تقدر توفر وقت. واحد مثلا بيكتب كتب، فبدل ما يقعد يكتب بيدور على التولز، هيلاقي 5 6 تولز يبدأ يقارن بينهم ويشوف أني اللي أحسن له، ويكون مثلا تكلفتها قليلة أو مجانية والجودة بتاعتها عالية، وهكذا. فيديو إيديتنج، هتلاقي فيديوهات كتيرة، تبدأ تشوف أني واحدة فيهم اللي كويسة، وتقدر تعمل فلتر تقول له أنا عايز بس الحاجات اللي هي إيه فري، تمام، وهكذا. طيب ده موقع اسمه عمار، هتلاقي مثلا من هنا بيبدأ يقول لك أنت تعمل فلتر، مثلا عايز الحاجات الفري، وعايز الحاجات اللي فيها ترخيص، والترتيب بتاعهم يكون مثلا من الحاجات اللي هي عدد زيارات اكتر او ناس تشكر فيها او تمام. تقدر تشوف ايه التولز وبعد كده تبدأ تعتمد عليها. هندخل على موقع تاني، هتلاقي كلهم نفس الفكرة، ان هو عنده حاطط كل المواقع بتاعت الذكاء الصناعي ومصنفها وعملها في تصنيفات وكاتيجوري. فممكن اقول له مثلا عايز ايه تمام اللي بالبوبلر، الحاجات اللي هي منتشرة أكتر أو ناس كتير بتشكر فيها، فيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. تبدأ بقى تجرب الحاجات اللي هي مهمة بالنسبة لك. ممكن تكون أنت مثلا مش عامل ميزانية لسه، المشروع في أوله، فتقول له هات لي الحاجات اللي هي الفري. نفس الكلام برضو على فيوتشر تولز وفيوتشر ميديا، بتلاقي هنا تكتب ايه الحاجة اللي انت مهتم بيها، وليكن مثلا انت مهتم بالابحاث مثلا، فتقول له ريسيرش، هصفي لك الحاجات بتاعت الريسيرش، وتبدا انت تشوف انهي مواقع اللي انت هتستفيد بيها. وممكن تشترك في القائمه البريديه، وممكن تعمل سبميت عندك موقع تبدا ان انت تضيفه، وتقدر ترتب حسب ما انت عايز. نفس الكلام في فيوتشر ميديا، وتقدر تعمل ديسكفر، تمام، بيحس ان هو جاب لك حاجه كده عشوائي انت تبدا تشوفها. AI tools، هتلاقي في مواقع كتيرة برضو تقدر تختار ايه الحاجة اللي انت عايزها. بماريا برضو بدأنا نحط المواقع بتاع الذكاء الاصطناعي بالشكل دوت، فتقدر ان انت تختار، وهنا تولز كود برضو تقدر ان انت تدور على حاجة معينة انت بتدور عليها، ويبدأ يجيب لك حاجات، فانت تقدر تختار ايه التخصصات اللي انت مهتم بيها اللي من خلالها تقدر تحقق فلوس. ممكن تكون مثلا انا مثلا بستخدم شات جي بي تي كتير، وبستخدم الموقع دوت كيول وود، بحس ان هو بيظبط لي الايميلات اللي انا هكتبها او هبعتها، او في حاجه عايز اكتبها بيعملها اعاده صياغه بشكل حلو. لو في موقع تعرفها ممكن تفيدنا، يا ريت تكتبها لنا في التعليقات.